السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، الصيانة الدورية من الأمور المهمة وللأسف كثير ناس تهملها. تقول لك يا عمي غير زيت وفلتر عند البنشري وكان الله بالسر عليم، لكن زي ما تعرفوا قدرات محلات غيار الزيوت متواضعة، سواء كانت القدرات البشرية أو الأجهزة والمعدات والكتالوجات اللي تتوفر عندهم، إلا من رحم الله طبعا. ومن هذا الباب ضروري جدا أنك تعمل الصيانات الدورية بشكل محترف إذا كنت ناوي أن سيارتك تعيش معك لفترة طويلة من غير أي مشاكل. من هذه الأمور اللي يتم إهمالها وإهمال الكشف عليها هي العكوس وجلود العكوس اللي هي حديثنا اليوم. دائما أحب أسأل عن مسميات قطع الغيار اللي تستخدمها في بلدك عشان أحاول أوصل الفكرة بشكل جيد. الردود على الإنستغرام جاتني على كلمة عكس غريبة جدا، أكيد غريبة بالنسبة لي وطبيعية بالنسبة لك، لكنها غالبا متأثرة بلغات أجنبية من أيام الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو الإيطالي للبلاد. عراق الحب يقول درايم شافت درايم شافت. ليش الميم؟ ليش الميم؟ درايف شافت، من فين جبتوا الميم؟ الغوالي في السودان كونات. كونات شنو يا زول؟ كونات شنو؟ والله مسؤول قطع الغيار عندنا صلاح من قلب السودان ما أعرف من فين جات هذه الكلمة. لما سألته قلت له إيش معنى كونات؟ قال لي والله ما أعرف. إكسل أو إكسات أو شافتات في أغلب دول الخليج والأردن، يعني معقولة شوية جاي من إكسل أو من شافت، لكن فريولات ما أعرف من فين جات ولا أبغى أعرف. من فلسطين الحبيبة أدرعة. كوبلن في مصر ما أدري من فين جات كوبلن. كابلا يكبلو كابلا الشيئي. طيب تربيعة بلبنين. كردان في تونس والجزائر والمغرب، احنا نقول على عمود الكردان اللي هو درايف شافت اللي يطلع من الجير بوكس في الدفع الخلفي الى الديفرنس، هذا نسميه عمود كردان، لكن في تونس والجزائر والمغرب كردان. ركب في اليمن. واخيرا اخيرا كوشيرا في ليبيا. كوشيرا ما اعرف اذا نطقتها صح ولا لا. عكس يا حبايبي عكس جاي من اكسل وهو الدرايف شافت باللغه الانجليزيه، عكس من كلمه بسيطه عكس يعكس عكسا لانها تعكس الخطوط القطع المحركه. الديفرنس شرحنا عمله في حلقة الديفرنس. فالمحرك هو اللي ينتج القوة 200-300 حصان. الجير هو اللي لحجز القوة حسب السرعة اللي تروس، الأول الثاني الثالث الرابع، وينقلها إلى عمود الكردان أو الدرايف شافت، وبعد كده إلى الديفرنس. الديفرنس هو اللي يترجم هذه القوة ويوصلها للأرض عن طريق تدوير العكوس الموصولة بالإطارات. والدبل شرحناه في حلقة الدفع الرباعي. في ثلاث أنواع من الدفع للسيارات، إما دفع خلفي القوة تطلع من المحرك إلى الدفرنس ومنها للإطارات، أو دفع أمامي قوة الدفع تطلع من المحرك للجير والدفرنس ومنها للإطارات، أو دفع رباعي للإطارات كلها. الدفع الرباعي إما اختياري ويسمى 4x4 أو 4-wheel drive، بحيث تتحكم أنت كسائق بمتى تشبك هذه الإطارات الأربعة ومتى تفصلها، هذا يكون عن طريق عصات تحريك أو زر إذا كان الدبل إلكتروني، أو دفع رباعي دائم All Wheel Drive بحيث الإطارات الأربعة شغالة بشكل دائم، الكمبيوتر قاعد يراقب السرعة والمنعطفات والتسارع وبناء عليه يوزع العزم ما بين الأمام والخلف وحتى ما بين اليمين واليسار. أما العكوس فهي اللي تنقل القوة من الدفرنس سواء كان في الدفع الخلفي أو في الدفع الأمامي إلى الإطارات ومنها للأرض. والعكوس نوعين رئيسيين، نوع صلب ثابت يستخدم في الدفرنسات الخلفية الكاملة حصريا، وهذا النوع قوي وشديد التحمل ويستخدم على سيارات الدفع الرباعي الثقيلة والشاحنات والمعدات الحربية. فهذا النوع ما يحتاج صيانة أو اهتمام إلا أنك أنت تحافظ على جودة زيت الدفرنس، فهو معزول بشكل جيد من التراب والماء. ونوع ثاني يتكون من عدة قطع مع طرفين أو رأسين متحركين لمنح النعومة في القيادة والحركة والدوران سواء في الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي أو حتى الدفع الرباعي. وأحد أهم أسباب تحول كثير من السيارات من العكس الصلب إلى العكس المتحرك هي النعومة والراحة وقلة الاهتزاز مع الحركة الجيدة زي ما أنتم شايفين، مقارنة بالعكس الصلب اللي يركب على الدفرنس الثابت واللي الراحة غير مهمة مقارنة بالقوة والأداء. العكس المتحرك له رأسين داخلي وخارجي. الداخلي يركب من جهة الدفرنس أو الجير، وعادة هذا الجزء زاوية حركته أقل لكنه عميق. عمق الحركة هذه لازم تكون موجودة لأنه كل ما زادت الزاوية زادت المسافة، ولازم العكس يكون معه مجال لهذه المرونة لهذه المسافة. والجزء الخارجي حركة زاويته أكثر لأنه هذا الطرف يكون راكب على الإطار، وبالتالي لما تلف الإطار للأقصى يحتاج تكون زاوية الحركة كبيرة خاصة بالمنعطفات الكاملة. داخل كل جزء منها في رمان باللي حسب الحركة، إما رمان كروي للجزء الخارجي للدوران بزاوية حادة،
أو رمان طولي عشان يمنح السلاسة ونعومة الحركة بدون أي عوائق في الجزء الداخلي. والسؤال اللي يتبادر لأذهان الجميع، هل العكوس لها صيانة؟ نعم، يفترض أنك أنت تشيك عليها كل 10,000 كيلومتر تتأكد من سلامة جلدة العكس أنها ما هي جافة أو أنها مقطوعة، وتتأكد من الصوف الداخلي أنها ما بتهرب زيت. لكن المفروض أنه كل حوالي 150,000 أو كل 5 سنوات تفك وتغير الشحم الداخلي والجلدة كصيانة وقائية. أما عن أعراض خراب العكوس فممكن تكون على شكل صوت طقطقة مع الانعطاف الحاد يمين أو يسار، وأحياناً أنت ماشي بشكل مستقيم. إذا طلع الصوت خربت مالطة. ممكن كمان تلاحظ رجة في السيارة مع المشي، فممكن يكون العكس فيه تلف من الداخل بين الرومان بلي وبين الجرم للعكس نفسه. وطبعا بالنظر أكيد جلدة العكس وخروج الشحم منها أحد الأعراض. مو شرط يكون العكس خرب بهذه الحالة، تقدر تشتري جلدة العكس لوحدها وغالبا تجي مع الشحم وتغيرها. لكن غالبا لو طلع صوت فيعني في تآكل من الداخل والعكس يحتاج تغيير. ممكن تشتري العكس كامل جاهز موزون أو تشتري رأس العكس لوحده. سبب هذا كله زي ما قلنا إهمال الصيانة الدورية. فلما تهمل الصيانة الدورية وما تنتبه إنه جلود العكوس جافة ومقطوعة وتمشي بالسيارة، الشحم اللي يحمس الأجزاء الداخلية مع قوة الطرد المركزي راح يخرج ويتفرغ من الرمان بلي. ناهيك عن إنه الأوساخ والأتربة والماء اللي ممكن يدخل لداخل العكس ويصير يجرح بالقطع من الداخل، وهذا اللي صار معنا بمظلومة. الجلدة انقطعت ومشينا عليها وتأثر العكس وطلع صوت. فك العكس وتركيبه مو صعب إذا عندك كل العدد. لازم تفك الإطار وتفك المساعد وتفك الصامولة الكبيرة الخارجية اللي تثبت العكس بجهة الإطار. بعد كده لازم تستخدم عتلة لفك الجزء الداخلي من العكس، لأنه لو قفل صغير أو أورينج يثبته في الجير. ولما تخرجه طبيعي جدا ينقص زيت الجير وينقط شوية، فلا تنسى تشيك على الزيت بعد ما تخلص. اتأكد وقارن من أنه العكس اللي جبته هو نفس الطول ونفس مواصفات القديم، وأنه مسننات حساس الـ ABS نفسها قبل ما تركب. إذا كل شيء تمام ابدأ بعملية التركيب بطريقة عكسية، واللي أخذت مننا بالضبط 5 ثواني. وإذا أنت خلصت بنفس هذه السرعة لا تنسى تعمل ميزان بعد غيار العكوس، مهما كان راح تختلف زاوية التركيب، وبلاش يمسح معك الإطار. شايفين كيف الأمر بسيط؟ عكس يا جماعة، عكس 3 حروف، مو درايم شافت ركب تربيعات، عكس. لا تنسى تسوي شيء طيب. في أمان الله.